لما انا بالفعل سعيد بوجودي مع حضراتكم من رئاسه المحافظ. انا برحب بضيوفنا من الدول العربيه وبرحب بالفنانين وفنانين من بالكامل جميع ضيوف المحافظه كل اهل اسيوط. وكان سعيد النهارده وكان استرجع بيا التاريخ اللي ورا لمده مش هقول مده كتيرة قوي اللي هم 50 سنه رجعوا لورا لما دخلت النهارده في منزل وفي معرض سياده الاستاذ سعد زلمه. انا سعيد بالفعل وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق وان شاء الله باذن الله نكون قادرين يعني لدعم كل هذه الثقافه وكل هذا الجمال وانا موجود معاكم في كل احتفاليه وفي كل مشكله. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا وشكرا.